أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن دولة الكويت لن تألو جهدا في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبنائها ممن يتلقون العلاج سواء في داخل الكويت أو خارجها. الوزير الحربي وعقب لقائه مديرة مستشفى رويال مارسدن لعلاج أمراض السرطان أوضح أنه أعطى تعليمات واضحة ومباشرة للمكاتب الصحية في الخارج بالعمل على راحة المرضى وتقديم كل التسهيلات لهم حتى يعودوا سالمين معافين إلى البلاد. وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اختتم جولته بالعاصمة البريطانية لندن بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مدراء عدد من المستشفيات المتخصصة من أجل بحث تبادل الخبرات وتدريب الأطباء الكويتيين وتبادل الزيارات، وذلك خلال لقائه مع مديرة مستشفى رويال ماردسن لعلاج أمراض السرطان. مرينا المستشفيات، مستشفى رويال ماردسن هي مستشفى متخصص لأمراض السرطان، قابلت المرضى وقعدت معهم تقريبا المرضى الموجودين وشفت مشاكلهم وملاحظاتهم هذه، فقعدت معهم ان شاء الله حلينا المشاكل كثيره من عندهم من ناحيه التمديد من ناحيه هذه. فحالات سرطان مثل ما قلنا حمد لهم نعطيهم صلاحيه المكتب، والمكتب هو مو عنده الصلاحيات كان بعد 3 شهور مثل ما قلنا لاداره العلاج من الخارج. وايضا قمنا بزياره مستشفى كرومويل هوسبيتال، فقعدت مع المرضى وزرتهم والمرافقين وحاولنا بكل قدر المستطاع نحل مشاكل ونخفف هموم المرضى. كما قام الوزير بزيارة عدد من المرضى في المستشفيات مشددا على أن الهدف الرئيسي من زيارته هو ضمان راحة أبناء الكويت المبتعثين للعلاج بالخارج. أعطيتهم ملاحظات المرضى وقاموا بتسهيلها بسرعة، قالوا حاضر في أي مكان من ناحية الغرف، حجم الغرف في بعض الغرف تكون أوسع المرضى، لأن عندنا المرافقين بعضهم ينامون مع المرضى جنب المرضى، فاهتموا في هذا الوضع. وفي الأجنحة في غرف أوسع وأكبر، فإن شاء الله بحلوا المواضيع هذه. تسهيلهم لان احنا عاداتنا تدري احنا الشعب الكويتي عاداتنا غير عن الشعب البريطاني، يحتاجون الكلمه الحلوه، المعامله الطريقه غير، فمهمة الحاله النفسيه في الحالات السرطان يكون على طول الطبيب او الممرض يكون له درايه في هذا الموضوع، وما شاء الله عندهم خبره الحين في رويال مارسدن. وايضا قمت بمقابله اداره مستشفى كرومويل هوسبيتال وقعدت وياهم تناقشنا في هذا الموضوع، بصراحه يعني لاحظت ترحيب جيد وتسهيل امور وايد للكويتيين، وايد كانوا سعيدين في هذا الموضوع ومرتاحين بالمستشفى. زيارة وزير الصحة تبعت سير العمل بالمكتب الصحي وكذلك الالتقاء ببعض المواطنين المبتعثين للعلاج لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن.